رئيس الجمهورية وعزي رئيس السلطات التنفيذية بالإنابة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفاة الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين في حادث تحطم مروحية بإيران. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي تسلم رسالة من ناظره البرازيلي تتضمن دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين، من بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لتفاصيل الواحدة، حيث نشر المجلس الدستوري أمس اللائحة النهائية للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية التي سيجرى شوطها الأول في 29 يونيو 2024. وأوضح المجلس الدستوري في بيان أصدره أمس أن اللائحة النهائية للمترشحين لرئاسة الجمهورية أعدت ورتبت حسب تسلسل الورود على الأمانة العامة للمجلس الدستوري، وذلك على النحو التالي: محمد الشيخ الغزواني، محمد لمين المرتجي الوافي، حمادي السيدي المختار، محمد عبدي، توما أنتوان، سليمان سوماري، مامادو بوكاربا، العيد محمد المبارك، براما الدها عبيد. وجه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني أمس برقية تعزية إلى فخامة السيد محمد مخبر رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين. وفيما يلي نص البرقية: صاحب الفخامة وأخي العزيز، تلقيت بعميق حزن وبالغ أسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي وزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم في طريق عودتهم إلى طهران. وبمناسبة هذه الفاجعة الأليمة تقدم باسمي شخصيا وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين لفخامتكم وللحكومة وللشعب الإيراني الشقيق وأسر الضحايا بخلص التعازي والمساواة، سائلا والمواساة عفوا، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد المفقودين برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته. وإنني إذ أؤكد لكم تعاطف ووقوف الحكومة والشعب الموريتانيين معكم في هذه المحنة المؤلمة، لا تضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظ بلدكم الشقيق من كل مكروه وشر وأن يديم عليه نعمتي الأمن والأمان. وتقبل صاحب الفخامة وأخي العزيز أسماء آيات التقدير أخوكم محمد ولي الشيخ الغزواني. تسلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الافريقي زوال أمس بالقصر الرئاسي في نواكشوط رسالة خطية من فخامة السيد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية. جاء ذلك خلال استقبال خاص به فخامة رئيس الجمهورية المبعوث الخاص للرئيس البرازيلي فيليب هيس. حضر اللقاء الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار للجاية والمستشار برئاسة الجمهورية سيد أحمد ولبو. وبعد اللقاء أدلى مبعوث رئيس البرازيل بتصريح عبر فيه عن سعادته بزيارة موريتانيا وبلقاء صاحب الفخامة، مضيفا أن البرازيل تتشرف بمشاركته في قمة مجموعة العشرين بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي الذي يشارك للمرة الأولى في القمة كعضو في المجموعة، كما أنها المرة الأولى التي تشارك فيها موريتانيا في اجتماعات المجموعة.
وأوضح المسؤول البرازيلي أن قمة العشرين التي ستنعقد في نوفمبر القادم في ريو دي جانيرو تشكل فرصة للنهوض بمصالح البلدان النامية على الساحة الدولية، كما أنها فرصة فريدة للقاء رئيسين البرازيلي والموريتاني من أجل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك سبيلا لتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن القمة ستحظى باهتمام إعلامي كبير. وقال إن رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين ستركز أساسا على ثلاث أولويات هي الاندماج الاجتماعي ومكافحة الجوع والفقر، معبرا أنها أولويات أو معتبرا أنها أولويات لجميع البلدان النامية، مشددا على أهمية أن تظل هناك صلة مع موريتانيا والاتحاد الإفريقي للعمل سويا من أجل التغلب على هذه التحديات التي تنضاف إليها قضايا التنمية المستدامة وعدم اختزالها في الجانب المناخي، والتركيز أيضا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مع مراجعة نظام الحوكمة العالمي. اجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لازواني، ودرس المجلس وصدق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ميناء خليج الراحة. مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز العالي للتعليم الفني. مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 025/2023 الصادر بتاريخ 21 أغسطس المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يهدف مشروع المرسوم إلى الاستجابة لضرورات التوفيق بين متطلبات حماية حقوق كل من المستهلك والفاعلين الاقتصاديين وتشجيع المبادرات الواعدة بالتقدم في إطار اقتصاد حر قائم على المنافسة النزيهة، مع وضع الآليات المؤسسية والتدابير القمعية لتنفيذ الإصلاحات المتوخاة. ويحصر مشروع المرسوم قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار في المنتجات الضرورية والتي للاستهلاك الواسع، وفضلا عن ذلك يعطي تعريفا دقيقا لمتطلبات جودة المنتجات المعدة للاستهلاك البشري والحيواني وشروط الرقابة الصارمة على هذه الجودة. مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المركب الأولمبي. مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والحماية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة 2024-2027. يهدف مشروع الاستراتيجية إلى توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن وتعزيز التواصل الفعال معه وتحسين ظروف العمل في الجهات الإدارية ورفع من كفاءة الموارد البشرية. كما يسعى هذا المشروع إلى إنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس يعتمد على المبادرات الحالية لعصرنة الإدارة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. ويقدم هذا البيان عرضا لمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة ويوضح أهدافها والسياق الذي نشأت فيه ومحاورها الاستراتيجية، بالإضافة إلى الآلية المقترح تنفيذها. ويعتمد هذا المشروع على تشخيص مفصل للسياق وتحليل للتحديات والفرص، كما يؤكد بشكل خاص على أهمية السياسات العمومية وزيادة فعالية العمل الحكومي مما يؤدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 42 مشروعا موزعة على 4 محاور استراتيجية، حيث يتم تحديد كل مشروع بشكل مفصل بما في ذلك الهدف منه ومدته ومكوناته المختلفة ومعايير تقييمه، والوزارة المسؤولة عن الإشراف عليه والمساهمون فيه. وآخرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ديوان الوزير، المستشارة المكلفة بالاتصال القلاوي خطري،
المديرة المساعدة لقناة الأسرة السابقة، المفتشية الداخلية، المفتشة المكلفة بالنوع زينب الطالب أحمد، المستشارة المكلفة بالاتصال السابقة، الإدارة المركزية، مديرية الشؤون الإدارية والمالية، المدير المساعد الجيد محمد لمين، المدير المساعد للمعلوماتية السابقة، المؤسسات العمومية، قناة الأسرة، المديرة المساعدة مو دينغا، المستشارة المكلفة بالنوع السابقة، وزارة البيئة، ديوان الوزير، مكلفة بمهمة توتو منت بركة، مستشارة في نفس الوزارة السابقة، المفتشية الداخلية، المفتشون آمنة منت بلاه الشيخ محمد علي السويدينا، الإدارة المركزية، مديرة حماية الشاطئ والمناطق الرطبة والمحميات، المدير المساعد سعد نول عبد الوهاب، مفتش في نفس الوزارة السابقة. هذا وعلق كل من وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة، ووزير التحول الأقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في مؤتمر صحفي عقدوا مساء أمس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. ملخص لأبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي للحكومة يستعرضه التقرير الآتي. صادقت الحكومة في اجتماعها على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات طالت عديد القطاعات الحكومية. البيان المتعلق باستراتيجية عصرنة الإدارة 2024-2027 استعرضه وعلق عليه وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة. تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، باشر فريق وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة العمل منذ 9 أشهر لإعداد وثيقة مرجعية لعصرنة الإدارة متسقة مع الوثائق الاستراتيجية الكلية. يهدف مشروع الاستراتيجية إلى توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن وتعزيز التواصل الفعال معه وتحسين ظروف العمل في الجهات الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية. كما يسعى هذا المشروع إلى إنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس يعتمد على المبادرات الحالية لعصرنة الإدارة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 42 مشروع موزعة على 4 محاور استراتيجية. مشروع المرسوم المتضمن تطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة استعرضه وعلق عليه وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياح. هذا مشروع المرسوم يأتي تطبيق كيف أسلفت بعض مواد مدونة التجارة اللي ظهرت في قانون حرية المنافسة اللي اصدر في أغسطس الماضي، و في ذاك المرسوم نجمع فيه النصوص التطبيقية المحتملة كاملة للقانون، وحدد بعض المضامين الأساسية منها قائمة المنتجات والخدمات اللي خاصة اللي يلا يتم يحدد سعرها من طرف السلطات العمومية، وقائمة المواد والبضائع اللي تخضع النظام تصريح بالمخزون اللي فرى لحد جابها ولا انتجها يصرح بالمخزون اللي عنده، ياك يقعد ينبأ بفترة تموين السوق منها ويقعد تحاشم اللي انقراضها في السوق، وشروط رقابة الجودة كذلك واحترام المعايير الخاصة بالمنتجات الغذائية، أسودي منها اللي معدل الاستهلاك البشري ويسوديك المعدل الاستهلاك الحيواني. وتضمنت ردود وزير النفط والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة رده على سؤال حول الحادث الأليم الذي أودى بحياة رئيس جمهورية إيران. لقد علمنا كيفتكم كامل ببالغ الأسف في الحادث المروحية الإيرانية التي كانت تقل الرئيس الإيراني رئيسي وبعض معاونيه من وزير الخارجية، ونحن نأسف ونتهز هذه الفرصة لنقدم العزاء للحكومة والشعب الإيراني في فقدان هذا رموز الوطن اللي عندهم، كما نتيز فرصة لنعزي أسرهم
ونرجو من الله العلي القدير الرحمة والغفران له. وحول سؤال بشأن تعيين بعض الوزراء لإدارة حملة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، رد الناطق اسم الحكومة: ما ظهر من همات نص يحرم على الوزراء يعدوا الحملة. الحملة ذكر أنها مدة 15 يوم، وكافة الإجراءات سيتم اتخاذها من أجل تواجدهم في الحملة ما يعود عنده أي انعكاس على سير العمل الحكومي ولا استمرارية الخدمات العمومية بصفة عامة. وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة صباح أمس اتفاقيتي تمويل بين بلادنا وكل من مندوبية الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، تهدف هاتان الاتفاقيتان إلى دعم الأمن الغذائي ونظام شبكة الأمان الاجتماعي في بلادنا. بموجب هذه الاتفاقية يقدم الاتحاد الأوروبي لبلادنا تمويلا يخصص لإقامة نظم غذائية مستديمة وشاملة. وقد أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام المحمد صالح بهذه المناسبة أن هذا الدعم يشكل خطوة هامة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. سعدني أن أوقع اليوم معكم سعادة السفير على اتفاقية قديم بموجبها الاتحاد الأوروبي بلادنا مبلغ 13.7 مليون يورو، أي ما يناهز 577 مليون أوقية جديدة. إن هذا المبلغ تم تعبئته ضمن مبادرة الفريق الأوروبي للانتقال نحو اقتصاد أخضر، وسيخصص لدعم إقامة نظم غذائية مستديمة وشاملة في البلاد. سيساعد هذا التمويل في دعم الولوج الساكنة المستهدفة لغذاء صحي متنوع عبر ترقية زراعة تنافسية شاملة تستجيب للتغيرات المناخية. من جانبه أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا غويليام جونز أن هذا المبلغ سيكون أداة لتحول عميق في النظام الغذائي الموريتاني من خلال مواجهة العديد من التحديات التي تطرح بشكل متكرر، مثل انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن تشجيع الزراعة المنتجة والمتكيفة مع تغير المناخ. كما وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة مع كريستينا إيزابيل باناسكو سانتوس الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا على اتفاقية تمويل مقدمة من طرف الرابطة الدولية للتنمية، وذلك في إطار التمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكة الأمان الاجتماعي. سعودني أن أوقع معا على هذه الاتفاقية التي تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية لبلادنا تمويلا إجماليا بمبلغ 19 مليون و700 ألف من وحدات الشعب الخاص، أي ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي ومليار و25 مليون أوقية جديدة. وهذا المبلغ يشكل تمويل إضافي للمرحلة الثانية من مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وتوجه هنا بجزيل الشكر للبنك الدولي الذي هو أول ممول للتنمية بالنسبة لبلادنا، حيث تضاعفت تمويلات الرابطة والبنك الدولي منذ سنة 2020 لتناهز اليوم مليار دولار أمريكي. بدورها أعربت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية وتحدثت عن أهميتها. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الحفل من أجل التوقيع على التمويل الإضافي البالغ 36 مليون دولار، أي ما يقارب 1.5 مليار أوقية جديدة لمشروع دعم أنظمة شبكات الأمان الاجتماعي اثنين في موريتانيا. ومنذ انطلاقة أول مشروع للحماية الاجتماعية في عام 2015 حققت موريتانيا تقدما ملحوظا، مثل إنشاء السجل الاجتماعي وامتداد برنامج التكافل وإنشاء نظام استجابة للصدمات، مما غير مشهد الحماية الاجتماعية في البلاد. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة تكيف وفعالية وكفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والهشة. نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس بنواكشوط ورشة تحسيسية حول حقوق الإنسان خلال الفترة الانتخابية. تهدف الورشة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الحملة الانتخابية حسب القوانين والمعايير الدولية.
التكوين حول حقوق الإنسان أثناء الفترة الانتخابية، عنوان ورشة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصالح أعضاء وموظفي اللجنة ونقاط الارتكاز. تهدف الورشة إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الحملة الانتخابية حسب القوانين والمعايير الدولية. يهدف التزام وانخراط الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في العمليات الانتخابية إلى حماية وترقية حقوق الإنسان بالاستناد إلى القوانين والمعايير الدولية من خلال بروتوكولات التعاون مع الهيئة المكلفة بتسيير الانتخابات ودليل المراقبين وشبكة الرقابة ومدونة قواعد السلوك الحسنة للمترشحين، فضلا عن اتصالات مؤسسية مراقبة ومكيفة مع ظروف تنقل توصيات ومقترحات الهيئة بصفة تعزز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في إطار المسلسلات الانتخابية. في هذا الإطار تدخل هذا المشروع من أجل بيئة صالحة لحماية حقوق الإنسان في الفترة الانتخابية الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع ينتظر منه عقد عدة دورات تكوينية لصالح مراكز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والذي سيبدأ بالتكوين المهم لكافة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفريقها. السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا السيد غويليم جونز نوه بأهمية الحفاظ على حقوق الإنسان لا سيما في ظل الانتخابات التي ستشهدها بلادنا، مؤكدا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق الشفافية في العملية الانتخابية لسنة 2024. شارك المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح أمس عبر تقنية الفيديو في عمل الدورة 79 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقد شهد اللقاء المنعقد برئاسة دولة غامبيا مشاركة عدد من الدول الإفريقية والهيئات الدولية. شكلت مشاركة بلادنا في أعمال الدورة العادية 79 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي فرصة لعرض التطور الحاصل في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان في بلادنا. لقد سعت بلادي إلى إحداث تطور نوعي فيما يخص ترقية وحماية حقوق الإنسان، كان محل إشادة وتقدير كبيرين من طرف الشركاء والفاعلين محليا وإقليميا ودوليا، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الفعالة مكنت من تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي وخلق وعي وطني لتسريع بالولوج للحقوق واستنباط الواجبات المترتبة عليها من جهة، كما مكن من الوفاء بالتزاماتنا اتجاه الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة من جهة أخرى. وخصصت هذه الدورة لعرض وتدارس التقارير المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في الدول الإفريقية وخاصة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر. أشرف الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أمس في مدينة زويرات على افتتاح منشأة فندقية بالمدينة، وسيسهم تدشين هذا الفندق في تعزيز البنية التحتية السياحية في ولاية دير الزمور. دعامة تنموية جديدة تبصر النور في ولاية دير الزمور بعد افتتاح الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أمد الحاج نقي رفقة والي الولاية محمد المختار العبدي لفندق زويرات، الذي يعد منشأة فندقية متكاملة تم إنشاؤها على معايير دولية. الأمين العام خلال كلمة له أوضح أن افتتاح فندق زويرات ما كان ليكون لولا الاستقرار الذي تشهده البلاد اقتصاديا وأمنيا، الأمر الذي مكن من ترقية الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال المحلية، وهذا ما يعكس رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في تطوير الاقتصاد الوطني في كافة المجالات التنموية، شاكرا إدارة الفندق الوليد على هذا الإنجاز السياحي المهم. المنشأة السياحية الجديدة جهزت بأحدث وسائل الراحة وعشرات الغرف لتكون قادرة على تلبية متطلبات زوار المدينة في كافة المواسم.
من خلال خدمة فندقية تعتمد على خصوصية الولاية. إن فندق الزوارات الذي تشرفون اليوم على تدشينه يأتي استجابة لدعوة صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ القزواني رئيس الجمهورية الذي دعا الفاعلين الاقتصاديين من أجل الاستثمار في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. يضم هذا الفندق 40 غرفة وخمسة أجنحة، وهو مصمم وفقاً لمعايير تأخذ بعين الاعتبار بيئة المنطقة وتوفر أفضل سبل الراحة للنزلاء. لقد كلف إنشاء هذه المنشأة أكثر من 400 مليون قديمة، وهي توفر أكثر من 40 فرصة عمل مباشر و20 فرصة عمل غير مباشر. تعمل الحكومة ضمن استراتيجية وطنية تشجع المستثمرين المحليين الراغبين في الإسهام في النهوض بالتنمية المحلية، وذلك عبر منحهم كافة التسهيلات الضرورية وتقديم الدعم اللازم لهم. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة زوارات. أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة حملة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية للعام 2024-2026. تهدف الحملة للقضاء على سوء التغذية ودعم استراتيجيات الدولة في المجال وتوحيد جهود القطاعات المعنية. بين هذه اللوحات والشعارات المرفوعة ووفق مضامينها الإنسانية، ينطلق حفل الافتتاح للحملة الهادفة إلى مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية 2024-2026، الذي تشرف عليه وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع برنامج الرؤية العالمية، سعياً إلى دمج الأطفال في السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي على جميع المستويات وزيادة التكفل بهم. تمت ترقية البرنامج الوطني لمحاربة سوء التغذية ليتمكن من مهامه المتعلقة بالكشف عن سوء التغذية لدى الأطفال والحوامل والتكفل بضحاياه، خصوصا في وسط التعليم ما قبل المدرسي، وذلك في إطار تحسين الإطار العام لبرنامج التعليم ما قبل المدرسي الذي أطلقه قطاعنا السنة الماضية. في هذا السياق تتنزل هذه الحملة التي نشرف اليوم على انطلاقها، والتي تنفذ بالتعاون مع منظمة الرؤية العالمية بهدف محاربة الجوع وسوء التغذية خلال الفترة من 2024-2026، من أجل تحقيق هدفين رئيسيين هما دمج الأطفال في السياسة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية على جميع المستويات، ثانيا زيادة التكفل بالأطفال عن طريق توفير الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود وتوفير الخدمات الأساسية. الحملة تأتي ضمن الحملة العالمية الأولى من نوعها الهادفة إلى تعبئة المواطنين والحكومات لخلق استراتيجيات تضمن استفادة كل طفل من نظام غذائي متكامل. كما تعلمون إن الجوع وسوء التغذية يشككان في حقوق الطفل في الحياة، ولهذا السبب على مدى السنوات الثلاث المقبلة قررت وورلد فيزيون في جميع أنحاء العالم أن يتحدوا ويكثفوا جهودهم في حملة عالمية هي الأولى من نوعها، تهدف إلى تعبئة المواطنين والحكومة لخلق عالم حيث يستفيد كل طفل من نظام غذائي مغذي بما فيه الكفاية من خلال استثمارات كبيرة في التغذية والأمن الغذائي. لقد وضعت موريتانيا الأسس اللازمة لمكافحة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ومع ذلك فمن المناسب هنا أن نحيي الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الحكومة في مكافحة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي من خلال استراتيجية تنمية القطاع الريفي الذي يشكل حاليا وثيقة رئيسية في التوجه السياسي لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. حفل الانطلاقة تضمن عرض فيلم وثائقي حول تدخلات المنظمات العاملة في المجال بالتعاون مع القطاعات الحكومية المختلفة، ليتجول بعدها الوفد في معرض منظم للمنتجات الغذائية المحلية والعالمية الداعمة لبرنامج تغذية الأطفال في بلادنا. عرف قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا شمل استصلاح مساحات زراعية واسعة ودعم المنتوج الزراعي المحلي لتحقيق الاكتفاء الغذائي. الملف التالي يستعرض جوانب من النجاحات التي حققها قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة.
يعد قطاع الزراعة من القطاعات الإنتاجية الكبرى ذات الأولوية لتأثيره على خلق الثروة وفرص العمل وتجسيد الطموحات الوطنية في مجال السيادة والأمن الغذائي. ولتنمية هذا القطاع اعتمدت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية مقاربة تقوم على تحسين ظروف الإنتاج والزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية. وقد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني شخصياً وانطلاقاً من ضرورات الاعتماد على الذات والاستقلالية الغذائية في ظل الأزمات الدولية المتتالية في المجال على إعطاء القطاع الزراعي ما يستحق من أولوية وتصدر، خاصة في ظل وجود المقدرات الطبيعية والتربة الصالحة لتحقيق هذا المسعى وقطع الاعتماد على سلاسل التموين الخارجية المتعثرة جراء الأزمات المتتالية. وقد تجسد هذا الاهتمام الكبير بالقطاع في توالي تدشينات التوسعة في المساحات الزراعية الكبرى والتواصل المباشر مع المزارعين والاستماع منهم إلى أبرز العراقيل والمطبات التي تحول دون النهضة الزراعية المنشودة. وعلى ضوء هذا الاهتمام عرفت الزراعة المروية إنجاز الاستصلاحات الزراعية على مساحة تزيد على 6000 هكتار في ترارزة وغورغول وجيديماغا، إضافة إلى إعادة تأهيل وتنظيف عشرات المحاور المائية في روسو وانتيكان. وعلى صعيد فك العزلة تم بناء أكثر من 63 كيلومتر من الطرق الريفية وقنوات توزيع المياه، كما مكن بناء حاجز مبويو في بوغي وجسر نجوغودي في الكصيبة من فك العزلة عن 9 بلديات ريفية في البراكنة وغورغول، ووصلت عملية كهربة مناطق الإنتاج في ترارزة والبراكنة مراحلها النهائية. وتشهد السنة الحالية الانتهاء من الأشغال في استصلاح مساحة 1000 هكتار وانطلاق الأشغال في 2300 هكتار، اكتملت الأشغال فيها وتجري الدراسات لتهيئة مساحات واسعة مخصصة للتنويع الزراعي. من ناحية أخرى سيتم استكمال الأشغال في 3300 هكتار من الأراضي الفيضية، وسيتواصل برنامج الصيانة والتنظيف للمحاور المائية الكبرى. وفي مجال الزراعة المطرية أعطيت الأولوية للاستغلال الأمثل للموارد المائية، وفي هذا السياق تم بناء 20 سداً في الحوضين والعصابة وأدرار وتقانت وإنشيري، وأكثر من 1000 منشأة للتحكم في المياه السطحية، وتهيئة حوالي 3400 هكتار بالمنطقة الفيضية بالبراكنة، وتشييد 518 كيلومترا من السياج، وتوزيع 746 طنا من البذور التقليدية في الولايات الزراعية. وتستمر المكننة الزراعية باستلام عشرات الجرارات والعمل على اقتناء العشرات الأخرى. وستنتهي أشغال بناء 18 سداً وإطلاق الأشغال في 17 أخرى، كما سيتم إجراء الدراسات لإنشاء 34 سداً جديداً في المناطق الزراعية. ومن المقرر توزيع 800 طن من البذور التقليدية في هذه المناطق. وفي مجال زراعة الخضروات تم استصلاح 126 هكتاراً من مناطق الإنتاج الجماعي في البراكنة وغورغول وترارزة وأدرار وتقانت، وتوزيع 7 أطنان من البذور وأكثر من 19,000 طقم من المعدات. وفي هذه السنة ستتم تهيئة ما يقارب 700 هكتار لفائدة السكان المحليين، إضافة إلى توزيع بذور البستنة والحفر واقتناء معدات الزراعة في البيوت الدافئة وبناء وتجهيز غرف التبريد، إضافة إلى تلك الموجودة في روسو بسعة 1000 طن وبوغي بسعة 80 طنا. وفي مجال تنمية الواحات تم بناء 71 بئراً و87 خزاناً للمياه في الحوضين والعصابة وأدرار وتقانت، وزيادة سعة التخزين بوحدة تعبئة التمور في أطار من 500 إلى 1000 طن. وقد مكنت هذه الإنجازات المتنوعة وغيرها من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تصل اليوم إلى 89% من احتياجات الوطنية من الأرز مقابل 82% سنة 2019، وبلغت نسبة تغطية الحاجيات من الحبوب التقليدية إلى 40% مقارنة ب 35% عام 2019، ومن الخضروات 24% مقارنة ب 10% عام 2019.
وفي مجال السياسات الاكتفاء الذاتي تم إعادة تأهيل 3000 هكتار في مزرعة بورية، واستصلاح مئات الهكتارات لزراعة الأرز في مزرعة الشيشية. وحتى يكون الإنتاج الوطني أكثر تنافسية، ستتواصل سياسة إعفاء التجهيزات ودعم المدخلات والجمركة المواد المستوردة، وتشجيع الفاعلين الخصوصيين على تطوير البنية التحتية في مجالي الحفظ والصناعة الغذائية. هذه هي الصورة التغريبية لورشة عمل كبرى لم تعرف التوقف طيلة 5 سنوات مضت لتعزيز قدرة وتنافسية القطاع الزراعي الذي يعتبر من أهم قطاعات الإنتاج الوطنية، سواء تعلق الأمر بتشغيل اليد العاملة أو بتوفير الغذاء ودعم مرتكزات السياسة الغذائية الوطنية. نهاية النشرة، تذكرون بالعناوين: رئيس الجمهورية يعزي رئيس السلطات التنفيذية بالإنابة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين في حادث تحطم مروحية بإيران. رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الأفريقي يتسلم رسالة من ناظره البرازيلي تتضمن دعوة للمشاركة في قمة مجموعة 20. مجلس الوزراء يصادق في اجتماعه على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين، من بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.